صباح الخير. صباح النور. ايه ده؟ هو انت بايته هنا من امبارح؟ لا طبعا، بس انا جيت بدري عشان عايزه اتكلم معاكم في موضوع مهم قوي. طب shouldn't we wait انه تيجي رئيسه الجروب؟ لا ما تقلقيش، ما هي كده كده دليله بتثق فيا طبعا، وبعدين خلونا نبدا لحد ايه ما تيجي. طب نشرب بس شويه شاي دماغنا. زيزي وحياتك الموضوع مستعجل قوي. والله انا اللي هعمل لك شاي بنفسي، بس خلينا ناخد فيه قرار. بصوا بقى، امتحانات الشهر بدات النهارده، وده نظام بجد فيه ضرر كبير على الاولاد، احنا محتاجين نتناقش فيه. بس قبل ما نعمل كده لازم نستدعي الاستاذه حوريه تحضرنا وتاخد موقف. لازم توقف امتحان النهارده او تلغيه باي شكل لحد ما ناخد قرار في الموضوع. هو اظن انه هيكون صعب انه يتلغي يعني النهارده اون ذا سبوت كده. طب ثواني، انا هنادي ميس حوريه. جماعه ساعدوني، رايه ورايه عندهم مشكله كبيره جدا مع نظام امتحانات الشهر، وبتهيألي ولادنا كلهم عندهم نفس المشكله. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. يظهر يا مدام حريه الاولاد ما لحقوش يذاكروا، عشان كده عايزين يلغوا الامتحانات. طب انا ولادي تعبوا وذاكروا ما كانوش بيناموا، ليه تضيعوا مجهودهم؟ يا ستي ما تقلقيش، ما فيش حاجه هتتلغي خالص ان شاء الله. اسرع يا استاذ سليمان قبل ما يلغوا الدراسه خالص. لا يلغوا ايه اهو. المشكله ان الولاد مهما ذاكروا لو ما اتدربوش على شكل الامتحان ما بيعرفوش يحلوا. بيبقوا مذاكرين كويس جدا، بس بيشوفوا شكل الاسئله بيتخضوا، شكلها جديد عليهم. يا جماعه النظام ده فيه ظلم، ظلم كبير جدا، خصوصا المناهج بتتغير كل شويه، وده ضغط كبير على الطلبه وعلينا كمان. شيرين مالك، في حاجه يا حبيبتي؟ لا يا حبيبتي، ابني في رابعه ابتدائي. اهي مدام حوريه جت، اتفضلي بقى يا مدام حوريه احضرينا. قبل ما اتناقش معاكم في اي حاجه عندي سؤال صغير. في اي حد فيكم عنده خطه تطوير للعياده؟ العياده؟ ايه ده؟ ما فكرناش فيها دي. عياده؟ ده فكروا فيها كويس. لان انا حاسه ان الفتره اللي جايه احنا هنحتاج العياده قوي. مستشفى المجانين خصوصا انا.